اهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. هنعمل النهارده وصفات حلوه، والحلقه النهارده معانا مدتها طويله، فهنتكلم فيها شويه عن بقيه الاواني الفخاريه اللي احنا ابتدينا نتكلم فيها الاسبوع اللي فات. هنعمل اول وصفه النهارده مقلوبه الجزر. مقلوبه سهله حلوه، شكلها حلو، طعمها جميل، ومفيده جدا عشان فيها كميه كبيره من الجزر خصوصا الولاد الصغيرين. المقادير بتاعتي هستعمل كيلو جزر حلقات مش مكعبات، حلقات يعني هقطعه حلقات كده اهو دوايه. بصلايه كبيره شرايح، كيلو لحمه ضاني قطعه مسلوقه، كوبايتين رز. الرز انا بستعمل في مقلوبه الجزر يا العنبري او رز الياسمين، يعني بستعمل رز ليه نكهه بيبقى طعمه احلى. مفيش طبعا ممكن تستعملي رز مصري او رز بسمتي، مفيش مشكله، بس لما بتستعملي رز ليه نكهه او ريحه كده بيبقى حلو قوي في المقلوبه بتاعت الجزر. فانا هنستعمل النهارده العنبري، او انت ممكن تستعملي رز الياسمين، دول افضل رزين لمقلوبه الجزر. هستعمل معلقه بهارات كبيره مشكله، نص معلقه فلفل اسود، وكوبايتين ونص شوربه من سل اللحم. من تاني مقلوبه الجزر مقاديرها كيلو جزر متقطع حلقات، بصلايه كبيره شرايح، كيلو لحمه ضاني قطع مسلوقه. طبعا لما بنسلق اللحمه لازم نحط معاها حبهان ورق لورا وبهارات وفلفل اسود، اللحمه الضاني بالذات بتحب ان يبقى فيها منكهات كتير علشان يطلع طعم الشوربه كمان حلو معايا. هستعمل كوبايتين رز عنبري او ياسمين، ما لقيتش هستعمل عادي بس دول بيبقوا احلى. معلقه بهارات مشكله، نص معلقه فلفل اسود، وكوبايتين ونص شوربه سل اللحمه. اول حاجه هعملها هاجي هحط بسم الله. هتخلطي طبعا سمنه مع زيت وانت بتحمري، او زيت لوحده زي ما انت عايزه، بس يعني الاتنين مع بعض بيبقوا احلى. هخلط الجزر بتاعي مع البصل وابتدي اشوحهم لغايه لما ريحتهم تطلع ويبتدوا يغمقوا شويه بحيث يبقى ليهم نكهه. خلاص ادي شكلهم، انا بستمر في تحميرهم لغايه لما يوصلوا للدرجه دي اهي. بصوا بقى الفرق بين الاثنين، ده الجزر لسه وهو ني يا دوبك حطيناه على النار، وبنفضل نشوح فيه لغايه لما يوصل للدرجه دي اللي هي ايه الطاسه اللي جنبه دي. شايفين فرق اهو، انا عايزه الجزر والبصل يوصلوا للون ده بحيث احس ان ايه البصل اتكرمل معايا، بس في نفس الوقت الجزر ما تهراش، يعني ما تهريهوش، خلي النار عاليه وانت بتقلبيه، وقلبي بسرعه علشان ياخد لون من غير ما يتهري، لانه لو انت استنيتي نار واطيه وقعدتي تقلبي فيه الجزر هيطرى وهينزل ميته وهيتهري، فمش هيبقى حلو معاكي، وشكل المقلوبه في الاخر مش هيكون حلو. خلاص بعد كده بنيجي على اللحمه. اللحمه مسلوقه، في ناس بتحب تحمرها، بتديها تشويحه في السمنه شويه قبل ما تحطها في المقلوبه. عايزه تعملي كده اوكي، مش عايزه ممكن تحطيها في قعر الحله خالص، بس خدي بالك وانت بتسويها ان اللحمه ما تتلسعش معاكي. فأنا هستعمل حلة بيسموها حلة حوقة أو حلة شاورما في ناس بتقول عليها، اللي هي من تحت، بصوا من تحت أضيق من فوق عشان لما أقلبها تنزل المقلوبة بالشكل ده، لكن الحلة العادية الستريت ممكن لما أجي أقلبها سواء المقلوبة أو المحشي إنها من فوق تقع، تلاقيها وقع شوية منها. فدايما في الحاجات اللي بتتقلب الأفضل إنك تستعملي حلة من تحت اضيق من فوق. وبعدين هحط فيها شويه زيت. الزيت ده هيعمل لي حاجتين، اولا مش هيخلي اللحمه تلزق، ثانيا هيحمرها لي للناس اللي ما حمرتش اللحمه، هيخلي اللحمه تتحمر معايا. هحط شويه زيت كويسين كده اهو، وبعدين هبتدي ارص اللحمه تحت اللحمه الضاني، طبعا بتتسلق بعضمها وبتتباع بعضمها،
ما ينفعش يديها لك مشفيه، فما تستغربوش الناس الجداد في الطبخ. برص اللحمه داير ما يدور الحله كده اهو، وزي ما قلت لك وانت بتسلقيها لازم تحطي معاها ورق لورا، وتحطي معاها حبهان ومستكه وبهارات. وبعدين اللحمه الضاني بالذات انا بحب ان الميه تكون بتغلي كويس قبل ما اسقطها فيها، وبعد ما اسقطها وتقفل المسام بتاعتها وتبتدي تغلي تاني بشيل الريم، بشيل الريم كويس جدا، بعد كده بحط لها البهارات. لو انت حطيتي البهارات عليها اول ما تحطيها هتيجي تشيل الريم بتاعها هتلاقي كل البهارات طلعت معاها، يعني كده انت رميتيها في الارض. فتستني لغايه لما تشيل الريم بتاعها كويس جدا اللي هي الرغوه اللي بتطلع على الوش، وبعد كده اهو هتحطي لها البصل بقى والورق اللورا وكل اللي انت عايزاه. بعد اللحمه باجي احط الجزر اللي انا حمرته. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. اهو. كده اهو. مكان بقى الجزر اللي انا شوحته هحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. البهارات اللي فيها بترسب تحت فباخدها، واروح حطلها الفلفل الاسود والبهارات واخليها تغلي كويس. لازم الشوربه تكون بتغلي كويس لما انا استعملها، واحط فيها طبعا الملح. يبقى بغلي الشوربه، انا غليتها مكان تحمير الجزر عشان تاخد اللون الغامق المكرمل اللي بيبقى في الطاسه، بحيث يديها طعم حلو. وحاجه هصفي الرز، الرز لازم يتنقع بتاع المقلوبه. لو رز مصري انا بنقعه على الاقل ساعه قبلها، يعني بتنقع اكتر من الطبيعي. الرز العنبري بتنقعيه تلت ساعه، ما بياخدش وقت كتير هو او الياسمين. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان المقلوبه مش عايزاها تتهري، اللحمه مستويه والجزر متحمر كويس، فيا دوبك هو سوى الرز، والرز مش عايزاه ياخد سوى كتير، علشان كده بصفيه كويس. باجي بقى هنا اهو، بصفيه كويس واروح حطاه فوق الجزر. يبقى انا حطيت الاول لحمه الضاني تحت، دهنت الحله كويس بطبقه من الزيت علشان يحمر لي اللحمه وما يخليهاش تلزق في نفس الوقت كده اهو. وبعد كده هبتدي اصب عليها الشوربه. هصب الشوربه بقى بالراحه علشان ايه ما تبوظليش الدنيا، والا هلاقي اللحمه طلعت معايا فوق والجزر اهي ابتدت الشوربه هتغلي. لازم تكون بتغلي كويس. عايزين نغطي الحله بليز، وهوريكم انا بعملها ازاي. ادي هجيبها على العين دي، بصوا ركزوا معايا. ادي الحله هحطها على النار من غير لسه اي سوائل خالص. الرز اصلا لما انا حطيت الرز صفيته اكيد نزل منه شويه ميه صغيرين، فانا بحط الحله من غير الشوربه لسه على النار، مجرد فيها اللحمه والجزر والرز علشان تشكشك من تحت فتمسك في بعضها. مجرد دقيقتين ثلاثه، زي ما بالظبط ورق العنب بحطه على النار قبل ما احط له اي سوائل. ورق العنب بنحطه حوالي 5 دقائق على النار او 6 دقائق. برده المقلوب اهي، بصوا بقى الشوربه ابتدت تغلي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بالراحه، لان انا لو حطيتها دلقتها على طول لوحدها هلاقي الجزر كله طلع واللحمه طلعت وباظ الشكل، عمرها ما هتطلع شكلها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. فكده اهو بالراحه افضل احط فيها، وهي الحله على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين لغايه، خدوا بالكم ان
الرز كوبايتين والشوربة كوبايتين ونص، أكتر من الرز شوية علشان في جزر وفي لحمة، فهي مش هتلاقوها تعلى كتير عن الرز زي الرز العادي، زي ما يكونش فيه معاها حاجة. خلاص، وأغطيها، أغطيها كويس. لا ده مش هتضغط، مش مشكلة، المهم إن تغطيها كويس وتخليها لغاية لما تشرب الرز على نار عالية حوالي 6-7 دقايق، بعد كده هنوطيها خالص. المقلوبة بليز ما تفتحوش عليها كل شوية، مش كل شوية تكشفي الغطا بتاعها، وإلا هتلاقي الرز مستوي في حتت وحتت مش مستوي. دي أهم حاجة في أي مقلوبة، مش بس بتاعت الجزر، مقلوبة البتنجان، مقلوبة القرنبيط، أي مقلوبة ما تفتحيش عليها الحلة كتير علشان ما تبص منك، لازم الحلة تبقى مكتومة ونار هادية خالص، وحطي شياطة تحتها وسيبيها على النار تستوي براحتها. بعد كده أهو، بعد ما الرز بيستوي بتقدحي معلقة سمنة لو تحبي، ده مش أساسي، وتروحي حطاها على الرز قبل ما تقلبيها. ممكن ما تحطيش سمنة، يعني أنا مش هحط سمنة النهاردة لأن أنا اكتفيت بشوربة الضاني إنها شوربة تقيلة وبشوية الزيت اللي حطيتهم تحت. بس جدتي الله يرحمها كانت لازم قدحة السمنة للمقلوبة قبل ما تقلبها. خلاص، وبعد كده بنقلبها وبنقدمها. احنا هنوريها لكم طبعا، أنا دلوقتي هشيل دي وعاملة واحدة، هنوريها لكم بعد ما نقلبها. وهنبتدي في الوصفة التانية، هنشيل دول يا أحمد. هنعمل دلوقتي بسكوت سوداني. كان في مدام كلمتنا من أسبوع أو 10 أيام كده بتطلب مننا إن احنا نعمل وصفات بسكوتات كتير الأيام دي عشان الولاد ياخدوها المدرسة. فالوصفة دي غير إنها قيمتها غذائية حلوة جدا عشان السوداني مفيد جدا للولاد الصغيرين، هي مقاديرها بسيطة، طريقتها بسيطة، وبتبقى حلوة، الولاد بيحبوها وبياخدوها معهم المدرسة كنوع من أنواع البسكويت بدل ما تشتري لها. احنا ممكن نشيل دي خالص، بدل ما تشتري لهم من بره جاهز. المقادير بتاعتي بتاعت بسكوت السوداني، اولا ممكن تعمليه باي نوع مكسرات، ممكن تعمليه بعين الجمل، ممكن تعمليه بفستق، باي نوع مكسرات. احنا هنعمله بالبسكوت بالفول السوداني. المقادير بتاعتي ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت، نص كوبايه سكر ناعم، معلقه صغيره بيكنج باودر، المعلقه تكون ممسوحه، خدي بالك البيكنج باودر تكون معلقه ممسوحه، نص كوبايه سوداني مطحون، وهستعمل كوبايه ونص دقيق او حسب الحاجه، يعني البسكوت ده بالذات لازم تحطي دقيق بالتدريج علشان تشوفي العجينه هتكبر معاك قد ايه، مش دايما بيطلع المقدار واحد، بس هو بيبقى حوالي كوبايه ونص. وهستعمل سوداني متقشر للزينه علشان احطه على البسكوتات من فوق، اوكي؟ هنقول المقادير بتاعتنا من تاني، ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت، نص كوبايه سكر ناعم، معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، نص كوبايه سوداني مطحون، كوبايه ونص دقيق او حسب الحاجه، وبتك جدا في الوصفه دي على حسب الحاجه، سوداني للزينه. خلاص، هاجي ابتدي اعمل العجينه بتاعتي. هحط اول حاجه السمنه والزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش حاطه هنا فانيليا عشان مفيش بيض اصلا، وعلشان تبقى النكهه بتاعت الفول السوداني باينه، انتوا عارفين السوداني بيبقى ليه نكهه كده مميزه، فانا عايزاها تبقى ايه، واضحه في البسكوت. وممكن لو انت عايزه تعمليه بفستق ممكن اقول لك بقى على حاجه، انت ممكن تحطي نص سوداني ونص فستق وتحطي نقطه من اللون، بس يا ريت اللون بقى يكون صحي علشان يديكي لون مخضر شويه. لو اتعمل فستق لوحده هيبقى اصلا البسكوت اخضر لوحده. يبقى انا حطيت السمنه والزيت والسكر والبيكنج باودر، وبعدين هضربهم مع بعض لغايه يمتزجوا كلهم مع بعض. طبعا انا عامله مقدار قليل، انت ممكن بقى تزودي، يعني ممكن تعملي كوبايه سمنه وكوبايه زيت عليها لو انت هتعملي اربع اضعاف مثلا مقدار حسب، بس انت دايما اتعودي ابتدي في مقدار صغير. افرضي ما عجبكيش طعمه، افرضي ما عرفش يظبط معاكي، فابتدي اول حاجه جربي في مقدار صغير، وبعد كده اهو زودي المقدار. ادي السوداني المطحون هقلبه عشان السكر هنا اهو، هقلبه
وبعد كده اهو هحط الدقيق، هحط حوالي كوباية، مش هحط الدقيق كله. بسم الله، لان احنا قلنا هنا في الوصفة دي دقيق حسب ما العجينة تلم معايا. يعني ممكن تاخد كوباية، ممكن تاخد كوباية ونص. اهو انا حطيت كوباية. هيحتاج شوية زيت اهي. بصوا نقطتين، معلقة الزيت دي ابتدت تلملي العجينة، عشان كده بقولك البسكوت ده بالذات لازم لازم تكوني حذره في الدقيق. انا عايزه المه عشان اخد اللي تحت وفي نفس الوقت اشوف العجينه. اهو لم معايا. بس هو طري. هحط شوية كمان. وبعد كده اهو بشكله، انا هعمله على شكل كور. نشوف برضو ملمس العجينة. بصوا هي طريه، ممكن نحط بقيه الدقيق. يبقى هو كده اخد مني كوبايه ونص دقيق كلها. طلعت مظبوطه معايا، بس مش كل دقيق هيطلع معاكي مظبوط الكوبايه ونص، بس هو في الغالب في الرينج كوبايه ونص. هتزودي معلقه، هتنقصي معلقه. اهو المقلوبة بتاعتنا طلعت يا محمود. بصوا اهي اتقلبت اهي. ممكن طبعا ترش عليها مكسرات زي ما انت عايزه. مقلوبة الجزر حلوة وجميلة وسهلة وما بتاخدش حاجة، وطبعا غير القيمة الغذائية بتاعتها. اهي شايفين دي مقلوبة الجزر. لو عايزين تحطوا عليها مكسرات بيترش عليها مكسرات برضو زي ما تحب. هاجي بقى للبسكوت اكمله. هعمل ايه؟ هعمله كور. وخدي بالك ان الكور بتفرش في الفرن، فهخليه كوره مش هبططه، هيبطط لوحده. هعمله كده اهو على شكل كوره. ورا عليا ولا ورا كده؟ اوكي كده اهو. هحاول طبعا، اهم حاجه ان البسكوتات تكون الكور قد بعضها علشان يطلع البسكوت قدر الامكان قد بعضه. مش لازم تبقى الكوره مستويه قوي، ان هو لما بيبقى في الفرن هيدور لوحده، ما تقلقيش يعني من حاجه زي كده. وهاجي ناديه. يا ناديه. ايوه. الو. ايوه ايوه. ازيك يا ناديه؟ ايوه ايوه حبيبتي، عامله ايه؟ الله يخليك لو سمحت. عينيا. الحمد لله. عايز اعرف حضرتك سامعني؟ اه سامعاكي، بس يا ريت توطي التلفزيون علشان ما بقاش فيه صدى. طب حاضر. عايز اعرف طريقه غسل الطيور عشان ما يبقوش زفرين. طريقه ايه؟ غسيل الطيور يعني عشان ما تبقاش زفره. غسيل الطيور من عينيا. الاثنين هقول لك. وبعدين عايز اعمل بطايه، فعايز اعرف الطريقه حلوه يعني. هقول لك طريقه حلوه قوي البطه من عينيا. اللي عايزاها في الفرن ولا على النار؟ يعني اي حاجه. خلاص. الحاجه الحلوه من عينيا الاثنين. عينيا ليكي يا حبيبتي. كده اهو هنحط واحده سوداني في النص في كل واحده كده، وبعد كده بدخله الفرن
على 180، ما بياخدش 10 دقايق ربع ساعه حسب حراره فرنك، وبيطلع حلو زي الفل وبالهنا والشفا. دلوقتي هقدر اروح لفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنوني. عملنا المقلوبة وعملنا بسكوت السوداني في أول جزء من الحلقة، رجعنا لكم من جديد. هنعمل دلوقتي طاجن كاليماري بالسمك والبطاطس البيوريه. هيشوفوا المقلوبة سهلة وجميلة وشكلها حلو وما خدتش وقت خالص. أهم حاجة بس إن أنت تمشي على النصايح اللي أنا قلتها علشان تطلع معاكي كويسة ومش معجنة. وده بسكوت السوداني، الأولاد الصغيرين بيحبوه قوي وبيبقى حلو في المدرسة. بصوا هو بيتقال له كرينكل مش بسكت. ليه؟ لان هي تلاقيها لو جبت من فوق هتلاقيها مشققه كده، البسكوتات مشققه، فدايما البسكوت اللي بيبقى مدور وفيه تشققات كده بتسمى كرينكل. يعني دي معلومه لو حد يحب يعرف. هعمل سمك فيليه بالبطاطس البيوريه. الوصفه دي مش عايزه اقول لكم جميله قد ايه، حلو جدا جدا، مغذي، طعمه حلو، وما بتحسيش انك تاكلي طريقه عاديه في السمك. المقادير بتاعتي هستعمل 3 4 كيلو سمك فيليه مكعبات مع نص كيلو كاليماري حلقات. خلاص ده السمك والكاليماري اللي هستعمله. عايزه تحطي جمبري اوكي، عايزه تستعملي سمك لوحده اوكي، مفيش مشكله. المهم ان انت تعملي 3 4 كيلو، يعني كله مع بعضه يبقى كيلو وربع تقريبا. هستعمل بصلتين مفرومين، حبتين فلفل رومي مفرومين، قرن فلفل حراق، نص راس ثوم، نص كوبايه كريمه، كوبايه حليب، معلقه كبيره دقيق. دي الطبقة التحتانية في الطاجن. يبقى 3 4 كيلو سمك فيليه مكعبات، نص كيلو كاليماري حلقات، بصلتين مفرومين، حبتين فلفل رومي مفرومين، هستعمل كمان نص كوباية كريمة وكوباية لبن حليب مع معلقة كبيرة دقيق. أنا بس عايزة أحط شوية زيت عشان وأنا بشتغل وأنا بقول. الطبقة الفوقانية بتاعت البطاطس هستعمل 4 حبات بطاطس مسلوقين ومهروسين، عصير ليمونة، معلقتين كبار مايونيز، وفص توم. يبقى من تاني، بصوا انا هحط البصل وانا بقول عشان الزيت سخن قوي، البصل والفلفل الرومي بتوع السمك. ادي الفلفل الرومي علشان بس ايه الزيت ما يتحرقش، واحنا قلنا قبل كده ان الزيت لو طلع الدخان الغامق ده مركب سام، ما ينفعش ان انا استعمل الزيت، لازم ارميه، فخدي بالك من كده. خلاص ادي البصل والفلفل. يبقى الطبقه العليا بتاعتي اللي هي الطبقه اللي بتتحط على السمك 4 حبات بطاطس مسلوقين ومهروسين، عصير ليمونه، معلقتين كبار مايونيز، فص ثوم طبعا وملح وفلفل. الوش هحط جبنه رومي مبشوره. خلاص يبقى جبنه رومي مبشوره للوش. انا دلوقتي بحمر الثوم، سوري، البصل والفلفل. اول ما يطرو هحط لهم الثوم والفلفل الحراق واخليهم يغمقوا شويه، يعني هخليهم شوية لسه على النار. في الوقت ده هخلط البطاطس هجيب البطاطس وأقلبها. أنا مش هحط لا زبدة ولا لبن خالص. لو أنت حسيتي إن هي ناشفة معاكي ممكن تحطي معلقتين من مية سلقها، بس خدي بالك إن الكريمة تحتيها هتبقى خفيفة، فأنا مش عايزاها تبقى البطاطس مرقة قوي تختلط بالكريمة، خليها ناشفة سنة، لأنها هتشوفوا إزاي هتبقى بعد كده. أهو هحط عليها عصير الليمونة، المايونيز، معلقتين كبار مليانين مايونيز، وبعدين المايونيز أصلا فيه زيت فهو بيديني الفليفر المزز علشان البطاطس تبقى مع السمك. وآدي التوم، هحط ملح وفلفل، نقلب بس البصل. الوصفة دي فظيعة، والحلو اللي هعمله لكم بعدها جبار بقى. ادي هحط ملح وهحط شوية فلفل واقلبهم مع بعض. زي ما قلت لك هي لو جامدة شوية مش مشكلة خالص، لان في كريمة هتبقى تحتها، فخليه الطبقتين يفضلوا مفصولين. هقلبها تاني بس ايه
تمام. دلوقتي بصوا اهو البصل اغمق مع مع الثوم وال ادي السمك. بصوا مكعبات السمك قد ايه؟ كبيره. ليه؟ عشان انا مش عايزاه يتهري وانا بقلبه. هروح حاطه السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالراحه بيتقلب بالراحه كده اهو. وهحط معاه الكاليماري. كده كفايه اهو. واقلبهم بالراحه علشان ما يتهريش اهي، بحيث احس. بصوا السمك الفيليه بياخدش وقت كتير في السوى. وبعدين لسه هحط له الكريمه برضو اهو. بس انا المهم ايه؟ ان كل قطع السمك تكون ملامسه لقعر الطاسه. ويا جماعه اللي سالوني على الجرانيت، هي دي طاسات الجرانيت اللي انا بستعملها، اللي هي الجريدي، اللي هي كانها محببه منقطه من جوه. دي من الاواني الصحيه جدا اللي ممكن نستعملها، هي والسيراميك طبعا. بس السيراميك بيحتاج نار وسط او هاديه، دي ممكن تستعمليها على اي نار عاديه. بصوا هو نزل ميته، محتاج بقى هنا ايه؟ فلفل اسود مع الثوم ورشه اوريجانو ممكن نحطها برضو، لان الاوريجانو هيمنعني اي زفاره. وهحط ملح، ما تكتريش ملح لان في ملح في البطاطس وملح مع السمك، والجبنه الرومي برضو مالحه، فلازم يبقى في تعادل في الاكل. اهو بصوا السمك ابتدى يشد، بس طبعا ما استواش قوي. بس انا مش هسويه قوي، ان انا لسه هحط عليه كذا حاجه. هاجي هنا كوبايه اللبن، هحط عليها الدقيق. الحاجه ناديه، حاجه ناديه، الو يا ريت تكلمينا تاني اهو. يبقى هو نزل الميه بتاعته. هاجي اللبن، هحط شويه منه هنا اهو. لسه معانا الو حاجه ناديه؟ ايوه ايوه حبيبتي، ازيك؟ ايوه من فضلك، عايزه حله البخار تتعمل ازاي؟ نعملها نستعملها ازاي؟ حله البخار عينيا الاثنين، هقول لك من عينيا الاثنين. البخار اللي هي البريستو، حله الضغط. انا بقالي نص ساعه بتصل بيكي مش بترد عليا. معلش يا حبيبتي، قولي لي حله البخار، الحله اللي بحط فيها الاكل يستوي على البخار تحتيها بالخروم، ولا حله الضغط على البخار؟ في حاجتين بخار، انهي واحده فيهم عايزه؟ حله البخار اللي بتبلاها خرم من نص. اوكي، من عينيا الاثنين. من عينيا خرم من الغطا، ولا هي فيها مصفى؟ فيها مصفى؟ اعملها ازاي؟ فيها مصفى؟ بقالي شهر جايبينها لي ومش عارفه استعملها. اوكي بس ركزي معايا، الحله اللي عندك فيها مصفى؟ لا. طب اوكي، يبقى هي الضغط، من عينيا الاثنين، هقول لك ازاي. انا حطيت الدقيق مع اللبن، وبصوا السمك بيغلي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هحط الدقيق مع اللبن، وهحط الكريمه اهو، وادي الاوريجانو. هقلبهم تقليبه لغايه لما يغلي كويس، والدقيق يخلي الصوص سميك، وبعد كده هحطهم في الطاجن. خلاص اهو كده اهو. انا هقول مقادير بقى السفليه على ما السمك يغلي كويس. هقول المقادير بتاعه السفليه بتاعي. هو سفليه كداب. ليه سفليه كداب؟ علشان لا في دقيق ولا في بيض خالص. هي طريقه بسيطه جدا، وصفه بسيطه جدا، وصفه من نجاح من الوصفات الناجحه اللي ما فيهاش معامل خطا، يعني سهله تعمليها بسهوله، هتتعمل بسرعه للولاد وبتطلع تحفه. خلاص هستعمل بسكوت شوكولاته. خلاص ادي بسكوت الشوكولاته بيبقى محشي كريمه، ده طبعا مش هقول اسمه، بسكوت شوكولاته محشي كريمه. هستعمل 15 واحده، يبقى 15 بسكوتايه من بسكوت الشوكولاته دوت. هستعمل معاهم 100 جرام قشطه، 80 ملي لبن بارد، حليب بارد،
وهستعمل باكو كريم شانتيه باودر، هستعمل معلقه كبيره كاكاو ومعلقه كبيره سكر. المقادير سهله جدا. يبقى انا هستعمل البسكوت الشوكولاته دوت المحشي كريمه 15 واحده، 15 واحده. هستعمل 100 جرام قشطه، هستعمل 80 ملي لبن بارد، باكو كريم شانتيه اللي هو الباودر هستعمله كباودر كده، وهستعمل معلقه كبيره كاكاو ومعلقه كبيره سكر. انا هبص على السمك اهو، بصوا ابتدى يغلي كويس وابتدى الصوص يبقى تخين كثيف، والسمك ما بياخدش سوى كتير، ناخد بالنا من النقطه دي. المضرب السمك، وهجيب بقى الطاجن اللي انا هحط فيه. اهو كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هروح حاطه السمك والكاليماري اللي انا مرمى على البصل والثوم والفلفل الحراق، وادي البطاطس اللي احنا عملناها بقى مع المايونيز. خليني بس اجيب معلقه عشان اخلط بيها. وحاجة البطاطس دي بصوا، بطاطس تخينة علشان هنا في كريمة، فأنا عايزاهم لما الكريمة تغلي الكريمة هتطلع لفوق فما تبقاش سايحة. أنا مش هغطيها طبقة كثيفة من بطاطس، هعمل زي حتت كده اهو علشان يبان تحتها السمك كده اهو. مش عايزه اقول لكم طعمها بيبقى فظيع في الاخر لو عملتوها، حلو حلو يعني كده. ارجع اقول تاني، البطاطس تبقى سميكه ما حطيناها لهاش لبن علشان لما الكريمة تغلي الكريمة هتطلع لفوق وهتختلط معاها، فمش عايزاها تبقى مرقة قوي، يعني مش عايزاها تبقى طرية قوي، عشان كده البطاطس لازم تبقى جامدة. بصوا انا عاملاها ازاي، مش فرداها عشان يبقى ليها شكل في الاخر، لسه الجبنة الرومي هتتحط لها فيبقى شكلها حلو وباين السي فود او السمك او وات ايفر انت عاملاها بايه، ممكن كاليماري لوحده يبقى باين منها كده اهو. مدام نرمين، اخر حاجه هحطها يا مدام نرمين الجبنه الرومي على الوش. تسلم ايدك الف مره، تسلم ايدك الف مره، يديك الصحه والعافيه يا رب. الله يخليك يا رب، وتفرحينا كده على طول يا رب. ميرسي حبيبه قلبي، عينيا ليكي. انا تسلم عينيك يا رب وديك الصحه والعافيه. انا اسفه جدا انا هطلب منك ثلاث حاجات. لا عينيا، تسلم عينيك. عايزه بيكاتا مشروم. اوكي احنا هنعملها الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله، بس طالبه منك برضه تقولي لي حتى ولو سريع. من عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب، ومن عشمنا يعني. عينيا. والحاجه الثانيه عندي فخده كندوز صغيره في حدود 2 كيلو ونص. اوكي، فدي اسويها في الفرن ولا اسويها؟ فخده كندوز 2 كيلو ونص. صغيره بتاعتي. مفيش كندوز يعني مش هي مش فخده، اللي هو الايد القدامانيه دي. زين. اوكي ايوه كده، دي هي دي. عايزه اعملها كده زي ما هي. طيب وكمان عايزه بعد اذنك السويسرول الحلو كمان. السويسرول الحلو. السويسرول العادي. حاضر. من عينيا العادي. من عينيا العادي. من عينيكي الف مره. عينيا ليكي حبيبتي. ميرسي يا مدام ايه، وربنا يديك الصحه والعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادي البطاطس هندخلها الفرن تغلي كويس والشاي اتحمر وبتتقدم حلوه جدا جدا. نيجي بقى للسفريه، اول حاجه هنعملها ايه؟ هنطحن البسكوت. بص يا احمد، حطي البطاطس هنا اهو عشان انا ظابطه الفرن ده للسفريه. يعني حط بطاطس ايوه في الاولين. الفرن علشان السفريه لازم يشتغل من فوق وتحت. الافضل يعني. طب ما لو فرن ما بيشتغلش الاثنين مع بعض خلاص حطيه عادي يعني، مش الدنيا مش هت انا عايزه بس هو علشان في كريمه بيلزق سنه، انا بشيلش الكريمه منه بخليها زي ما هي.
واطحنه. زي ما قلنا ده لا في دقيق ولا في بيض خالص، وبيطلع فعلا سوفليه كانه كيك ومن جوه سايح. الناس اللي ما بتعرفش السوفليه هو شبه المولتن كيك كده كمان، يعني عباره عن كيكايه صغننه بتبقى سخنه لما بتاكليها بتبقى سايحه الشوكولاته فيها من جوه. حلو جدا. اول حاجه هحطها في المضرب السلك عندي الكريم شانتيه، هحط معاه اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط معاه الكاكاو والسكر اهو كده، واروح ضربه لغايه لما الكريم شانتيه يجمد. عشان كمية قليلة فعشان نسرع عملية الخفض اهو. هاجي دلوقتي بقى احط ايه بقية المكونات بتاعتي. افتح لي معلش يا احمد، عايزة قوة. دي القشطة 100 جرام القشطة، معلقتين كبار يعني مليانين، واروح حاطه البسكوت اللي انا طحنته. اوكي اهو، احط كله، وبعد كده بديله ضربه تاني. بس هي كده اهو، مفيش اسهل من كده. بعد كده اهو طبعا لازم تقلبيهم مع بعض عشان لو في فتافيت بسكوت ما تقلبتش، هتقلبيهم سوا مع بعض. وانا هستعمل بقى قوالب الكب كيك. انت لو عندك اطباق سوفليه اوكي اللي هي صغننه، هستعمل قوالب الكب كيك اللي بتخش الفرن لوحدها من غير صينيه. يا مدام عفاف صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام ايه؟ زي الحمد لله حبيبه قلبي، عينيا ليكي. ازيك حبيبتي؟ بقول لحضرتك معلش، هو بس تبقى تقليلي مقادير البسكوت الاخير ده. عينيا الاثنين، هقول لك المقادير من تاني. البسكوت بتاع السوداني ده انا هقوم اعمله على طول. خلاص اوكي هقول لك. بسيط وسهل جدا. سهل جدا وطعمه حلو، وده جربي ده مش عايزه اقول لك فظيع، ده فظيع. وده جميل جدا برضه، معلش عشان كده بقول لحضرتك ما لحقتش اكتب المقادير. لا عينيا، انا اخر الحلقه هقول المقادير كلها من عينيا الاثنين. وعايزه طلب من حضرتك. عينيا تعيشي تسلميلي، عايزه تعملي لي الباستا فلورا لو سمحتي. اوكي حلوه، ده انا بموت فيها، نعملها لك انا الاثنين. انا كنت عملتها مره زمان ونسيت المقادير بتاعتها. لا 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 هعملها لك، نعملها يا سلام، اسهل من كده مفيش. عينيا ليكي يا حبيبتي. هاجي بقى اروح حاطه مقادير السوفليه في قوالب دي، القوالب الكرتون مش محتاجه ان انا احطها في صينيه الكب كيك. لو انت عندك الاواني بتاعت السوفليه اللي هي الاطباق الصغيره اوكي، بس مش كل الناس عندها، فدي اسهل. انت ممكن كمان تعمليها في قوالب الكب كيك العاديه، بس تطلعها بقى مشكله، لكن دي بتتاكل بيها وخلاص. انا برضو مش عامله مقدار كبير علشان ما اكترش عليكم، بحيث ايه تجربوها. بس انا متاكده ان دي بقى من الحاجات اللي فعلا، بصوا زي الليزي كيك اللي عملناها الاسبوع اللي فات، وما شاء الله يعني مش عايزه اقول لكم كميه الستات اللي بعتلي صورها عاملينها وناجحه معاهم. دي برده من الحاجات اللي انا متاكده انها ان شاء الله هتنجح معاكم جدا وهتعجبكم جدا وهتعجب الولاد جدا. بس طبعا تتاكل سخنه احلى، يعني دي تطلع من الفرن تتاكل، انت تعمليها مش هتاخد حاجه، ده هي 10 دقائق في الفرن انت تعمليها وهم موجودين الولاد، وتروحي مطلعاها مديها لهم على طول زي ما هنطلعها قدامكم. عينيا حالا البريك، بس انا باخد بقيه ده كده اهو، وهندخلها الفرن 10 دقائق بس، 10 دقائق مجرد انها تجمد من فوق ومن تحت، وبنروح مطلعينها مقدمينها. خلاص
هروح دلوقتي الفاصل، اروح لفاصل بتخش على 180 عشان ما انساش. 180 عادي تبقى من فوق ومن تحت متولع عليها 10 دقايق بالكتير، يعني ممكن تقعد 8 وانس انها جمدت طلعيها وبالهنا والشفا. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنوني. رجعنا لكم من جديد، عملنا مقلوبة الجزر وعملنا بسكوت السوداني وعملنا طاجن السمك بالكريمة والبطاطس الكوري لسه في الفرن قدامه دقايق، والسوفليه الكداب عملناه برضو قدامه 5 دقايق، هو فات 5 دقايق قدامه 5 دقايق وهنطلعه ونوريكم قد ايه هو حلو ماسك من بره ومن جوه الشوكولاتة سايحة فيه. هنشتغل النهاردة بالطواجن الفخار، هنتكلم عليها، احنا اتكلمنا عليها بطريقة سريعة المرة اللي فاتت. النهاردة ناس كتير ما بتعرفش تحرقها، ناس كتير مش عارفه ازاي تتعامل معاها، ايه الكويس وايه الوحش، هنتكلم النهارده عليه. طواجن الفخار دي معموله من الطين فكلها مسام، فميزتها ان هي طبيعيه، ميزتها ان هي المسام اللي فيها بتخلي البخار يطلع قد ما هو، يعني بتخلي البخار الزايد يتبخر منها ويفضل جواها البخار اللازم للاكله، بتحتفظ بالحراره لفتره طويله بعد الاكل، بتدي طعم حلو جدا للاكل. بس الطواجن دي علشان تبقى امنه معايا وسيف ان انا استعملها ما بقاش فيها اي مشاكل، لازم اتعامل معاها في الاول اول ما اشتريها بحذر، يا اما اكون انا بشتري ابقى عارفه انا بشتري ايه. تاني حاجه، لو انا هشتري الفخار اللي هو الطين اللي هو الاحلى طعم بيطلع فيه لازم اعرف احرقها ازاي، وهنوريكم بقى الكلام ده كله. ادي طاجن الفخار النيل اللي بنشتريه، احنا بنشتري الفخار بيبقى كده لونه زي الاورنج تقريبا، وبعدين لو جيت عملت كده اهو هلاقيه طلع لون معايا في ايدي، فده ما ينفعش اطبخ فيه، ما ينفعش يطبخ فيه لسببين. اول سبب ان الماده الطينيه دي هتطلع في الاكل فهتعمل لي مشاكل، مشاكل في المعده، ممكن توصل للتسمم لو الماده الرديئه، فلازم الفخار يتحرق. تاني حاجه هتلاقيه يتكسر بسهوله لان هو طين ني، هيتكسر معاكي بسهوله اي خبطه تكسره، فلازم اوصله للشكل ده، اوصل دوت للشكل ده باني انا احرقه، بس احرقه بطريقه صح. اول حاجه علشان يتحرق لازم يدهن بعسل وزيت، عسل اسود وزيت، لازم يدهن كويس، لازم يتحط فرن حامي جدا لان لو النار مش حاميه جدا في الفرن مش هيكون كافي انه يتحرق، لازم يتحرق مره واتنين واحيانا بيتحرق 3 مرات. هوريكم ازاي نعمل. بصوا الطاجن ده انا حرقاه مره، اتحرق مره قبل كده، فبصوا هو ما وصلش للدرجه دي، لكن اغمق عن ده اهو، بصوا ده غير ده، ده ني وده محروق مره، ده محتاج يتحرق مره تانيه بس مش محتاج اكتر من كده. فهنعمل ايه، هنحرقه ازاي؟ هنجيب عسل وزيت، عسل اسود وزيت، خلاص، ونخلطهم مع بعض وهندهن بيهم الطاجن ده من بره ومن جوه كويس، وجوه اهم طبعا، يعني بره مش مهم عندي قوي لكن جوه مهم جدا ان انا ادهنه كويس، يعني هنقول مثلا نص كوبايه او اكتر شويه زيت مع كوبايه عسل اسود. انت ممكن تديه للراجل يحرقهولك، يعني الفرن جنبك عندك فرن وديهوله يحرقهولك، وممكن بصوا اهو بخلط العسل والزيت كويس مع بعض اهو، يختلطوا ببعض كويس ما يعملوش طبقة مفصولة اهو، بصوا اهو ادي العسل انا مزجته جوه الزيت، وهجيب بقى الطاجن ده هروح حاطه من جوه نص الكميه. بصوا خدوا بالكم الطاجن ده كبير وعميق جدا فعشان كده اخد كميه كبيره، هدهنه بقى كويس جدا ولغايه من فوق كمان هيدهن، وخدي بالك ان في الاخر ما تخليش مترسف فيه، يعني لازم في الاخر، احنا معلش هنلغوص الدنيا هنا اهو حوالينا وهننضفها بعد كده لان لازم هينزل لي اهي، نقفل بس ده علشان الحراره كده، لازم يدهن كويس
هتدهنيه تستني 10 دقايق يشد وهتروحي دهنه تاني. يعني انا هدهنه كده اهو كله واستنى 10 دقايق عليه بحيث يشد على الجناب الخليط ده واروح دهناه مره تانيه. يعني سي ادي احنا كده دهناه اهو، هستنى 10 دقايق عليه. طبعا احنا عشان وقت الحلقه مش هنستنى 10 دقايق. بعدين في القعر جوه هروح دهناه من تاني، بستنى 10 دقايق علشان يعمل طبقتين فوق بعض. خلاص اهو، وبعد كده وبعد ما ادهنه بقى كويس قوي اروح اللي جوه ده، اللي جوه ده اشيله هرجعه هنا. ليه؟ علشان ما يتحرقليش بقى جوه ويعمل لي حاجات مكلكعه على الجناب اهو. خلاص. وطبعا لو حرقتيه من بره هيبقى شكله احلى، يعني لو عملتيه من بره ندهنه ويخش الفرن على الصاجه بتاعه الفرن، فرن حامي على الصاجه اهو، وادخله 6 ساعات. طبعا في الشتاء هيبقى احسن، الفرن هيدفي لك الدنيا، لكن لو انت مستعجله عايزه تعمليه دلوقتي خلاص مفيش مشكله. 6 ساعات يتحط في الفرن وبعدين يتحرق مره تانيه وتحط 6 ساعات. السمك طلع؟ السمك طلع اهو، بصوا. ايوه شايفين بقى السمك حلو ازاي، طعمه فظيع، يعني صدقوني هيعجبكم تماما. ورينا بقى السفليه كده نبص عليه عشان اشوف جامد. لا لسه كده اهو. السفليه هعرفه، هحس ان لونه بقى لون كيك الشوكولاته، يبقى هو كده خلاص اهو. بصوا ده بقى هيتحط على صاج الفرن. يا مدام غاده صباح الخير. يا مدام ايه صباح النور، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حضرتك، كل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه ليكي على كل حاجه. الله يخليكي يا قمر، تسلمي يا رب. يعني بجد البرنامج قد كده مفيد، مش بس وصفات اكل بس، يعني بتنفعينا في كل حاجه. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، عينيا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ويديكي الصحه يا رب. تسلمي يا رب. من فضلك كنت عايزه اسال حضرتك على الاواني السيراميك. انا كنت جايبه اواني الحلل السيراميك ولا الاطباق والحاجات السيراميك؟ لا 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 الحلل. الحلل اوكي. اوكي عملت، بصي حضرتك هو مش زي خرم، حاجه كده صغيره قوي في الجنب سودا. لا مش سودا، هي لونها من جوه ابيض، يعني طبقه السيراميك بيضه. عملت، عارفه الخرم ده باين الميتال من تحت. نقرت معاكي. بس حصلت بقى معايا في طاسه وفي حله وهما لسه جداد خالص، يعني يا دوب استعملتهم النار كانت حاميه. اوكي، ويعني مش عارفه بقى كده انا خلاص استغنى عنها ولا استعملها. بصي انا هقول لك المشكله، السيراميك كنت عايزه اسال حضرتك معلش عشان ما اعطلكيش، على الحلل البيزون. اوكي اوكي، هي اللي هي زي السيراميك. زي البايركس. من عينيا الاثنين هقول لك عليها. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. السيراميك زي ما قلنا المره اللي فاتت اهو كده اهو، دي هتخش الفرن على الصاجه 6 ساعات. خلاص احنا طبعا هنسيبها دلوقتي وهنتكلم في بقيه السيراميك. انا هقول لها بس بسرعه على السيراميك قبل ما اكلم على بقيه الفخار. السيراميك لازم النار ما تبقاش حاميه قوي، مشكلته ان هو بيطقطق وينقر، هي دي مشكله السيراميك الوحيده. فلازم البوتاجاز يا اما كهرباء، يكون بوتاجاز كهرباء، يا اما لو نار مباشره ما تبقاش عاليه، لان هو بيطقطق. يطقطق يعني ينقر او تحس ان فيه خدوش. المشكله ان السيراميك ده هو عباره عن الومنيوم واخد طبقه من السيراميك او طبقه من الجرانيت، بس بتبقى طبقه كثيفه، معنى ان هو نقر من الاول، ان هو نوعه مش كويس، ان طبقه السيراميك عليه مش كافيه، حاطين طبقه بسيطه من السيراميك. اما السيراميك ده ماده طبيعيه، ماده صحيه، بس في للاسف في حاجات رخيصه منه بيبقى طبقه نفسها رفيعه، ما بيحطوش طبقه كامله من السيراميك، فتلاقيه ينقر معاكي بسرعه، اي حراره عاليه يطق معاكي بسرعه، فهي دي المشكله. والحته اللي هي منقوره دي هتبقى زيها زي الحلل الالومنيوم، ممكن تعمل الزهايمر، ممكن تعمل لو هي، بصي لو هي في الجنب، لو هي من فوق حاولي تحطي الاكل ما يوصلش لغايه الحته دي عشان ما ترميش الحلة، ما دام هي جديده حرام يعني. ده اللي اقدر اقوله عليها. هاجي بقى للفخار المدهون.
الفخار المدهون ما هوش فخار، يعني طعمه عمره ما هيديني طعم الفخار الني. الفخار المدهون زيه زي البايركس، ما فيهوش اي طعم، مجرد شكل. بس في مشكله كبيره في الفخار المدهون. انا هنا جايبه لكم نوعين من الفخار، ثلاثه كمان اهو، بصوا. اوكي، ادي اول نوع، ده مدهون بطبقه من الجليز، دي طبقه ممتازه ما بتلمعش قوي، فالطبقه دي صحيه، بتبقى خاليه من الرصاص. لكن اللي بيلمع قوي ده لازم اكون واثقه من مصدره علشان ما يدينيش طبقه من الرصاص، خصوصا لو في الوان. يعني نقول مثلا هو هنا اهو الجليز ده عزلي عن الاكل، الالوان اللي بره دي بيبقى فيها كميه من الرصاص ممكن تدخل لي جوه، فلازم اتاكد ان الطبقه اللي جوه دي كاسيه الفخار تماما. انا بتكلم من ناحيه صحيه مش من ناحيه طعم، انسوا الطعم، لان المدهون ده ما بيديليش اي طعم خالص، بتكلم من ناحيه صحيه. لازم ما يكونش منقور وما يكونش فيه حته باينه، ليه؟ لان ممكن الالوان دي، يعني ده ما فيهوش ولا نقره اهو، ده كويس، لان الالوان دي بيبقى فيها رصاص وزئبق، فده ممكن يخش لي مع الاكل، لان الماده دي بتدوب في الاكل فبتخش له، فلازم اخد بالي من النقطه دي. في كمان ماده بتبقى ماده سامه موجوده في الفخار اسمها كادميوم. الماده دي بتبقى في الفخار الرخيص، يعني انا لما اشتري اواني فخار رخيصه او الاواني الفخار اللي هي للاسف بتجيلي من المطاعم، بيبقى فيها ام علي، بيبقى فيها طواجن، بيشتروها رخيصه بتبقى بنص جنيه وجنيه، دي بيبقى فيها ماده اسمها كادميوم، دي ماده سامه. الطواجن دي ما انصحكيش انك تحتفظي بيها، ولازم ترميها، لان الماده دي بتدوب. هي موجوده في الجليز، مش موجوده بقى في الطين، موجوده في الطبقه اللامعه اللي موجوده على الاكل. بره في اوروبا ممنوع يتباع اي طاجن فخار غير لما يكون ليه مواصفات طبعا لكميه الرصاص وكميه الكادميوم دي، بس طبعا احنا عندنا للاسف في حاجات كتير قوي بتفوت من الرقابه. علشان كده حاولي تشتري اللي هو المدهون ده، لو انا عايزاه بقى مدهون مش عايزاه فخار واحرقه، مجرد شكل. بصوا اللمعه بتاعته مش جامده، خلاص اللمعه بتاعته معقوله جدا اهي، غير دي، ده هبقى ضامنه ان هو صحي تماما. الاواني الفخاريه اللي عليها الوان ابعدي عنها، الا لو انا ضامنه ان الطبقه الجوانيه اللي دهناها عازله تماما، بحيث الالوان دي ما تتسربليش من الطاجن وتخش لي، واكون ضامنه ان ما يجرحش او يتكحت بحيث يسرب لي الالوان اللي بره. يعني لازم احافظ على الطاجن كويس جدا من اي كسر او خدش، الالوان الرصاص دي ما تخشليش. لو الطبقه انا متاكده ان هي سليمه من جوه ما فيهوش مشكله، ممكن تستعمليه كشكل كديزاين يتحط على السفره بالاكل فيه، لكن مش هيديكي طعم الاواني الفخاريه. يبقى احنا هنحرق ده مره واحده، ان انا حرقته قبل كده اهو. لو عمل لي بقى اخر حاجه هقولها لكم، العسل ساعات بيتركز كده وبلاقي حاجات سودة عليه بعد ما احرقه في الفرن، ادعكها بالسلك، اشيلها بالسلك، ما فيهاش اي مشكله خالص، واستعمله عادي جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله. الحلل الفيزون زي الحلل البايركس بتتحط على النار، ما فيهاش مشكله، بيطبخ فيها عادي جدا. هي مشكلتها بس انها ممكن تتكسر بسهوله، لكن هي زي البايركس بتستعملها وصحيه وما فيهاش اي مشكله خالص. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد، طلعنا السوفليه من الفرن، بصوا هو سخن وبعدين من جوه طري كده، ابو شايفين بصوا وسايح ازاي من جوه، فظيع، مش عايزه اقول لكم طعمه بيبقى ازاي، سهل جدا. اخذ معانا دلوقتي هنا 12 دقيقه اهي، بصي انا عايزه اوريها لكم من جوه ازاي طري طري، ويبقى من جوه زي كانه سايل شويه. لازم يتاكل سخن، اول ما تطلعيه على طول تاكليه وهو سخن، فظيع. عملنا السمك بالبطاطس البيوريه، عملنا مقلوبه الجزر، وعملنا ده السفليه، انا رشيت عليه شويه سكر بودره كنوع من الديكوريشن. لو تحبي تسيبيه زي ما هو، اوكي. هنقول الحاجات اللي طلبت مننا النهارده. البيكاتا، البيكاتا نص كيلو لحمه متقطعه قطعيه بيكاتا، ممكن تجيبي بفتيك وتقطعيه، بس البيكاتا بتتقطع اتخن شويه من البفتيك. بتبلها في ميه بصل وملح وفلفل، بعدين نص ساعة بعفرها في الدقيق، اللحمة بطلعها من التتبيلة وعفرها في الدقيق كويس، وبحمرها من ناحيتين، بشيل اللحمة أحطها على جنب، ومطرح ما حمرت اللحمة
بروح حاطه بصلايه وفصين توم احمرهم كويس جدا وكوبايه مشروم فريش، يستحسن يكون فريش، احمرهم البصل يكون مبشور ناعم بحيث ما يبقاش باين. وبعد كده اهو اروح مرجع لهم اللحمه بعد ما اتحمروا، ارجع لهم اللحمه اللي انا حمرتها بالدقيق واصب عليهم شويه ميه نقول نص كوبايه، ويخشوا في السوا اروح حاطه لهم الكريمه حوالي كوبايه كريمه، ملح وفلفل. انا بحب احط معاها معلقه صغيره من الخل البلسميك، بتدي مزازه في البيكاتا وبتدي طعم حلو جدا. البط، بصي البطايه هقول لك تعمليها بطريقه ماما الله يرحمها كانت بتعملها حلوه قوي. البطايه هتجيبيها وهتنضفيها كويس، تنظيف بقى بالمره بقى نقول تنظيف الطيور، تنظيف الطيور انا بحب انضفها لما بتبقى زفره واحس انها زفره بملح الليمون، عارفين ملح الليمون؟ بدعكها بيه كويس قوي، بيشيل لي اي زوايد، بيشيل لي اي زفاره، وبعدين بعملها بالدقيق مع رشه فلفل اسود وادعكها من بره ومن جوه كويس جدا وبشطفها مدام روحيه، سوري بنقعها في الدقيق 10 دقايق وبعد كده بشطفها. مدام روحيه ازيك يا مدام ايه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب ويزيدك معلومات كمان وكمان. الله يخليك يا حبيبه قلبي، عينيا ليكي. انا استفدت فعلا كتير من اللي انت بتقوليه ده كله يا الله. والله يا مدام ايه تسلمي يا رب، ربنا يبارك فيك. معلش بقى التلفزيون كان بايظ وما شفتش اي حاجه. انا هقول المقادير كلها، خلص الوصفات اللي طلعت وهقولها دلوقتي. طيب. كلها عينيا ليكي. طيب. عينيا حبيبتي. طيب. العفو حبيبتي. البطايه، بصي يا ستي انت بتعملي ايه؟ بتجيبي البطه وزي ما قلنا بتنضفيها وبتدعكيها بالدقيق والفلفل الاسود وتسيبيها 10 دقائق فيهم، بعدين بتغسليها كويس جدا وبتنشفيها. وبعد كده بدعكها بايه؟ هجيب بصلايه هضربها في الخلاط مع معلقه مثلا لبن زبادي، ده عشان البطه، واروح حاطه معاها بهارات، ملح، فلفل، بهار، بهارات مشكله، هحط معاها رشه جنزبيل، هحط معاها شويه زعتر واضربها كويس قوي في البصله دي في الخلاط، واصفيها اعصرها كويس قوي وانزل الميه بتاعتها كلها. الميه دي بنقع البطه فيها، اتبلها فيها نقول مثلا ساعتين على الاقل، وكل شويه اقلبها فيها لان الميه بتاعت البصله والتوابل ومعلقتين الزبادي دي هتترسب تحت، كل شويه اقلبها فيها عشان البطه كلها تشرب منها. بعد كده اهو بروح مغطيها بورق فويل، وطبعا او ممكن تحطي لو انت عندك طاجن متغطي هتحطيها في طاجن او صينيه متغطيه، هو ورق فويل وحطيه تحتيه ورقه زبده وربع كوبايه ميه في الصينيه وحطيها في الفرن لغايه لما هي هتنزل العصاره بتاعتها، لان الزبادي والتوابل هيخلوها انها تنزل ميتها، واكشفيها كل ساعه بحيث تشوفي سواها وتشوفيها ما تنشفش ميتها، لو الميه نشفت تزودي عليها ربع كوبايه ميه تاني لغايه ما تستوي خالص. هتروحي كشفها دهن البطه بمعلقه عسل مع معلقه صلصه ومعلقه سمنه، معلقه صغيره عسل وصلصه وسمنه، تدهنيهم عليه على الوش وتروحي حطها تحت شوايه الفرن، البطه بتطلع تجنن. ايه تاني طلب مننا يا محمد؟ الطلب مننا الكتف. الكتف بصي انت هتسلقيه نص سلق، نص سلق علشان ما ياخدش معاكي سوى كتير في الفرن. هتسلقيه مع ورق لورا طبعا وبهارات والكلام ده كله، وبعد كده هو بعد ما يستوي نص سوى بتطلعيه، بتصفيه كويس قوي من الميه وبتغرزيه بفصوص توم، 3-4 فصوص توم كده او اكبر لو هو كبير معاكي، بتغرزيه بالتوم وبتدعكيه كويس جدا بمعلقه اوريجانو ومعلقه فلفل اسود مجروش، يا ريت بيكون مجروش مش ناعم، ومعلقه زعتر الثلاثه مع بعض، وتحطي معاهم معلقه زبده بحيث يعملوا زي العجينه، وتدعكي اللحمه بيهم كويس جدا خلاص، وتروحي برده مغطياها ومكملها سواها في الفرن مع ربع كوبايه ميه، ونفس الدهان اللي بدهنه البطه انا بدهن بيه اللحمه، معلقه العسل مع معلقه الصلصه مع معلقه السمنه، بعد ما تكمل سواها خالص الفخده او الكتف الصغنن ادهنيه بالثلاث حاجات دي مع بعض واكشفيه تحت الشوايه. العسل مع الصلصه بيدي لون وبيدي قرمشه حلوه جدا وطعم حلو جدا للحمه. خلاص السويس رول هقول لك على اسهل طريقه سويس رول، اللي هو سويس رول السبع معالق. هتعملي ثلاث بيضات مع 7 معالق دقيق، 7 معالق سكر، 7 معالق زيت، 7 معالق لبن، وكيس فانيليا ومعلقه بيكنج باودر. خلاص
هيتخلط كله مع بعضه في الخلاط وهتروحي حطاهم في صينيه السويس رول. لازم تبطني الصينيه دي بورق الزبده علشان تعرفي تلفيها بعد كده، وهتدخليها في الفرن ربع ساعه، بعد كده هتطلعيها من الفرن وهي لسه طريه وسخنه، هتروحي لفاها بورق الزبده لتحتها وهتسيبيها ملفوفه شويه بحيث تمسك في بعضها، بعد كده هتشيلي ورق الزبده وهي ملفوفه بالراحه. انا عايزه اعمل لكم السويس رول ده على فكره علشان ايه يبقى سهل عليكم، وهي ملفوفه بالراحه هتفتح شويه، هتروحي دهناها من جوه بالمربى او بالشوكولاته وترجعي تلفيها تاني وترشي عليها الجوز هند شوكولاته زي ما انت عايزه. الحله البريستو حله البخار، بصوا هي سلاح ذو حدين، لو ما تستعملهاش برده كويس ممكن بعد الشهر تفرقع فينا، لو انا مثلا وهي على النار بتغلي جيت شلت الصفاره بتاعتها ممكن تعمل لي مشاكل، فلازم اكون حذره فيها. هعمل ايه في الحله البريستو؟ اول حاجه بفرض دي الحله، هحط فيها مثلا الميه اغليها وسقه اللحمه او الفراخ، وبعد كده اشيل الريم، ما اقفلهاش على طول، اشيل الريم احط لها التوابل بتاعتها كلها اللي انا عايزاها، واروح قافله الغطا خلاص، واروح حطها على النار تاني. بعد ما احطها على النار والغطا مقفول هحط الصفاره، وانس ان هي ابتدت يعني اول ما تبتدي ان الصوت يعلى بتاع الصفاره هخليها على نار عاليه خمس دقائق وصوت الصفاره عالي. انا بتكلم على حله البريستو اللي هي الصفاره بتاعتها بتتحرك، لان في حله بريستو بتتقفل من الجناب، انا دي ما استعملتهاش قبل كده. انا هجيب لكم الحله البريستو اللي انا عايزه اعمل لكم مره التونه، التونه ازاي نعملها زي المعلبه، فلازم لها حله بريستو، فهجيبها معايا مره واوريكم ازاي. المهم تغلي على نار عاليه خمس دقايق بصوص الصفاره عالي، وبعد كده اوطي عليها، مش اوطي عليها للاخر صوص الصفاره يروح تماما، لغايه ما الصوت يبقى هادي يعني يوطى شويه، مش الصوت يروح خالص، الصوت راح خالص مش هتستوي اللحمه او مش هتستوي الحاجه اللي فيها، لازم الصوت يهدى يوطى شويه لغايه ما اشوف مثلا لو اللحمه هتاخد لي نص ساعه فيها، هي نص ساعه وافتحها. لما اجي افتحها بقى اعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما هطفي عليها واسيبها تبرد تماما قبل ما افتحها، يا اما هروح شايلاها وحطها تحت الميه تحت الحنفيه بحيث الضغط بتاعها ينزل، ميه الحنفيه هتروح منزله لي الضغط بتاعها وهلاقي الصوت بتاعها عالي عالي، ومره واحده ما بقاش في صوت اروح فتحها. يبقى يا اما خليها تهدى لغايه لما تبرد تماما وافتحها، يا اما احطها تحت ميه الحنفيه بالصفاره بتاعتها عشان ما ادخلش ميه جواها، احطها تحت ميه الحنفيه بحيث الضغط كله يطلع منها وتفك ما يبقاش فيها مشكله. المقادير بقى بتاعت حاجه النهارده، بسكوت السوداني ربع كوبايه سمنه، ربع كوبايه زيت، نص كوبايه سكر ناعم، معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، نص كوبايه سوداني مطحون. انا الحاجات الاولانيه دي كلها بضربها مع بعض، السمنه والزيت والسكر والبيكنج باودر، وبروح محطه لهم بعد كده نص كوبايه السوداني المطحون وكوبايه ونص تقريبا دقيق زي ما هيحتاج معاكي، واعجنهم مع بعض واعملها كور احطها في الصينيه وازوق كل واحده بحبايه سوداني. اللي عملنا السمك الفيليه هنقول بس السوفليه الاول. السوفليه جميل جدا جدا جدا. بطحن 15 بسكوته اللي هي بسكوت الشوكولاته ده المحشي كريمه، بطحنهم وبعدين باجي في الخلاط بضرب 80 ملي لبن بارد، حوالي تلت كوبايه لبن بارد مع باكو كريم شانتيه باودر، معلقه سكر ومعلقه كاكاو خام، لغايه لما ينفش الكريم شانتيه اروح حطاله معلقتين كبار قشطه او 100 جرام قشطه بالظبط، 100 جرام قشطه، واحط له البسكوت اللي انا طحناه يتخلطوا مع بعض. هحطه في قوالب، انا استعملت هنا قوالب الكب كيك اللي هي بتخش الفرن من غير صينيه اللي هي الكرتون دي، او لو انت عندك اطباق سوفليه هتستعملي اطباق السوفليه وبيطلع بالشكل ده، ابقى ادخله الفرن 10 دقائق، الفرن اكون محميه من الاول فوق وتحت، هيبقى اسهل. لو ما عنديش فوق وتحت هعمله تحت بس هزيد شويه 5 دقائق مثلا، لغايه لما يكبد من فوق وتحت وبطلعه من جوه بيبقى طري، لازم يبقى سخن وانت بتاكليه علشان يبقى حلو قوي، من جوه طري السوفليه تحفه، كانه في بيض، كانه في دقيق، كانه بالظبط زي السوفليه بتاع بره، مش ممكن تقولي ان ده بسكوت مطحون معاه. عملنا كمان السمك بالبطاطس البيوريه، كيلو او 3/4 كيلو سمك فيليه وع نص كيلو كاليماري حلقات. انا بحمر البصل، بشوح البصل والفلفل الرومي يطروا، بصلتين وحبيتين فلفل رومي طريوا معايا شويه، هروح حاطه لهم نص راس ثوم وفلفل حراق واحمرهم كويس لغايه لما يتكرمل السكر ويطلع البصل يتكرمل يطلع السكر اللي فيه، هروح حاطه السمك واقلبه بالراحه. السمك هكون مقطعاه مكعبات كبيره، قلبي بالراحه على نار عاليه علشان السمك ينزل ميته ويستوي وما يتهريش، وهحط معاه الكاليماري يتقلب بالراحه. هضرب اللبن مع الدقيق
واحطه عليهم واحط الكريمه وشويه اوريجان وملح وفلفل عشان الزفاره. اول ما يغلي ويتكثف الصوص هروح احطها في الطاجن. هخلط بطاطس بيوريه، بطاطس مطحونه، اربع او خمس بطاطسيات بهرسهم مع عصير ليمونه، معلقتين مايونيز، فصين توم وملح وفلفل، واقلبهم مع بعض كويس. بتبقى جامده، انا مش هحط لها لبن. وبحطها على وش السمك وارش عليه جبنه رومي مبشوره وادخله الفرن يغلي كويس ويتحمر من فوق ويطلع بالهنا والشفا. مفيش وقت تدعي لي المقلوبه. المقلوبه بصوا انا مش هقول مقادير، انا بحمر الجزر والبصل كويس جدا لغايه لما ريحتهم تطلع حلوه قوي، وبعدين بشيلهم بروح احط مكانهم الشوربه تغلي مع البهارات والفلفل. هحط اللحمه المسلوقه في الحله بدل الحله زيت علشان تحمر اللحمه. حط اللحمه الاول، بعدين الجزر والبصل اللي انا شوحتهم كويس جدا على اللحمه. هحط عليهم الرز اكون نقعاه كويس، الرز المصري يتقع ساعه، الرز العنبري او الياسمين نص ساعه، وبعدين هصب عليهم الشوربه وعلى النار يغلوا كويس واوطي عليها. ما افتحش على المقلوبه كل شويه علشان تستوي، ما الاقيش حته نيه وحته مستويه، لغايه لما تكمل سواها تماما وبعد كده تتقلب بالشكل ده وبالهنا والشفا. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، الوصفات استفدتوا بيها. هحاول قدر الامكان اجيب لكم الادوات المطبخ نتكلم عليها، وهنتكلم على حاجات تانية كتير خصوصا في حلقه الاربع لان هي اطول من بقيه الحلقات. لينا حلقه بكره ان شاء الله، اشوفكم على خير.